مرحبا بكم معايا اليوم في الوصفه ديالي الجديده، وشي حاجه اللي غتكون جديده في القناه ديالي. وإلا عجبتكم ان شاء الله خليولي في لي كومونتير انني ندير لكم وصفات واحده اخرى جداد. ما غيكونوش بزاف الوصفات على حقاش الانسان ما خصوش يبقى اي حاجه صابها في يوتيوب ولا في هاد الوسائل هذا انه يجربها وجهنا شي حاجه اللي هي فخاجيل بزاف لا في هذا الشيء اللي تنصوبو ديال يعني الحاجه اللي متوفره في كل بيت هاد الوصفات الطبيعيه، ولا في الحاجه اللي تنشريو يعني من الزنقه من لي فارماسي ومن هذا الشيء هذا كله. فماشي كل شيء تيكون صالح لوجهنا وكل شيء تيكون يصلح لينا. ماشي هاد الحاجه نفعت اختي ونفعت صاحبتي غتنفعني حتى انا. فخص بنادم يكون يحضر عقلو فاش يشوف شي حاجه، ماشي غير يقرا العنوان يدخل يدير يجرب داك الحاجه. احنا يعني خص يكون الانسان تيحضر عقلو، وراه باينين الوصفات اللي مزيانين وباين الوصفات اللي تيكونوا ماشي حتى تما. يعني الانسان ما خصوش غير يبقى يجرب. بحال هاد الوصفه هادي اللي نعطيكم، فانا جربتها هادي مده وانا تنستعملها وعجبتني لي في ديالها. ما عندهاش، ما نقولكمش عندها لي في ديال انها تتبيض الوجه في البلاصه وتدير. هي الحاجه الوحيده اللي فيها هي انها مزيانه، يعني فيها تقشير وفيها ماسك. وصفه ديال الوجه، التقشير والماسك، وبجوج بهم عندهم لي في ديال تيعطيوك داك لي في ادغاتون تيصفولك البشره تينقيوها. يعني هذا ماشي غنقول لكم غتبيض لكم الوجه في سيمانه وفي نهار وفي يومين. هي سي فري ملي تديرها من المره الاولى تتلاحظ واحد لي في ديال واحد الاشراق، يعني وجهك تتولي فيه واحد اللمعه، وهذا فقط يعني لا غير. يعني ماشي انها غتسني من واحد الوصفه، وهذه الوصفه ترى ما كاينينش كاع شي وصفه اللي من اول استعمال ديالها تتعطيك. خاصك واحد المواظبه على الوصفه والوصفات، من ما يبقاش يجرب هاد الوصفه تتبيض، هاد الوصفه تدير، هاد الوصفه تدير. اللي عنده شي لون في البشره ديالو فيقتنع به، مجرد انه العنايه بالبشره. يعني هاد الوصفه هادي العنايه بالبشره، انك تحافظي على البشره ديالك، تحافظي على الكلام ديالها، على اللمعان، على باش ان لي غيب ما تيهداوش بكري فقط لا غير. ان الانسان ما خصوش اي حاجه بانت لنا نجربوها ونقولوا صافي هاد الوصفه هذا، ومن بعد نمشيو للكومونتير ونقولوا الوصفه ما دارتليش ودارت لي هادي وهادي. فمدينا راسنا، خص الانسان يشوف باللي هاد الوصفه هادي ماشي ما غتصلحليش، ولا الانسان اللي عنده الحبوب خصو يتجنب الوصفات بزاف. هاد الوصفه هادي في الصراحه الله، ولو يكون عندك الحبوب فتجربها. حاجه وحده اللي عنده في وجهه الحبوب فانه ما غاديش يضيف التقشير، ما غيديرش القهوه اللي تنطيبو، يعني القهوه العاديه ديالنا نديرو فيها غير القهوه اللي سريعه الذوبان. انا غادي نبدا معكم دابا. عندي جوج ديال لي ماسك. الاول اللي تيكون ماسك ومقشر في نفس الوقت، عندي فيه معلقه ديال الحليب، حليب عادي، وعندي فيه معلقه كبيره ديال الحليب ومعلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان. هانتوما كيفما تتشوفوا ضفتها على هذاك الحليب. غادي ناخذ معلقه باش نذوب هذا الشيء. هذا اللي عنده مثلا حبوب ولا ما هاد القهوه هادي يقدر يستعملها، هي ما غادي حتى شي حاجه. كي قلت لكم غادي نبقاو نذوبوا هنايا هاد القهوه هادي. ها هي دي، من بعد ما تذوب انا تنزيد لها معلقه هانتوما ديال هاد القهوه اللي بتفل اللي تنطيبو عاديه هكا تنزيدها. كي قلت لكم الناس اللي عندهم يعني عندها الحبوب في وجهها وهذا، ضيف الوصفه كيف هي غير ما تحكش، يعني ما داك القوم داك الحكه اللي تنديرو في وجهنا هكا بحركه دائريه هكا وتدير بحركه دائريه، يعني ديرهم خفيفين بساط، وتخلي الوصفه مثلا في وجهها تخليها واحد نص ساعه هكاك. هاد الوصفه هادي انا تنخليها في وجهي مزيان، ما تنحيدهاش دغيا، يعني تنخليها داك من 20 دقيقه حتى نص ساعه هكا. هي ما جايانيش ثقيله، جايه خفيفه شويه، يعني جهه انها تجيكم في وجهكم باش ما تتنشفش دغيا والوجه تيشرب داك الماده داك الوصفه. انا الحاجه الوحيده اللي تنزيد لها هذا، الا متوفر تزيدوه، الا ما متوفرش ماشي مشكل، ماشي ضروري. انا حيت متوفر عندي تنديرو، ملي ما تيكونش عندي فما تنديروش، تنكتفي بالوصفه هكا. تندير قطيرات ديال الزيت ديال
سمحوا لي فيتامين او. عندكم زيت الجوجوبا تقدروا تزيدوا منه شويه، زوين حتى هو للوجه. زيت ارغان، يعني الزيوت اللي يكونوا زيت اللوز اللي ما تيضروش، واخا مثلا اكثر زيت اللوز اللي تيتحسب كانه معقم وفي نفس الوقت بحال تيخدم بحال اونتي انفلاماتوار، يعني تيقدر الحبوب ما تيهيش داك الحبوب، واخا ديريه ما تيتسببلكش شي مشكل. هو غير ما دهنيش يعني الحاجه بحال مثلا اللي عنده الحبوب ما يدهنش الحاجه اوتوماتيك على وجهه، دخليه في وصفه، دخليه في شي حاجه، غير الوصفه تكون شي حاجه اللي مضمونه وما غتضرش، وهاد الوصفه هادي كونوا على يقين انها ما تضرش. انا عندي اختي اللي عندها البشره حساسه حتى هي بزاف، وجهها تيدير لها الحبوب، يعني اي حاجه تتحسس لها وجهها دغيا، فهي جربت عطيتها هاد الوصفه هادي، جربتها انا شحال مره تنديرها ونعاودها دي مده، هادي واحد المده ديال دابا 4 شهور ولا اكثر. وتختي عطيتها جربتها وقالت لي الحمد لله هاد الوصفه هادي ما دارت لي حتى شي حاجه، غنداوم عليها، يعني عجبتها وعطاتها لي في اللي بغات وما تسببت لهاش واحد الهيجان الحبوب في وجهها ولا شي حاجه. الحمد لله. داكشي علاش انايا مثلا هاد الوصفه حتى تنجربها على جميع البشره. هادي تناخد هكا بمعلقه ولا بداك لي فرش اللي هذا الا عندكم داك سميتو ديال اللي تنابليكيو بهم لي ماسك. انا ما تنقلبش على الحاجه كومبليكي بلا قياس، كلشي في المتناول ديال الجميع. بمعلقه تكفيك، تندير لها بحال هكا، يعني بواحد الطريقه دائريه وخفيفه، ما تبركوش باش ما تجرحوش البشره ديالكم، فهي البشره شي حاجه اللي فخاجيل بزاف. غير طريقه هكا تنخليه مده 5 دقائق، وانا تندير بحركه دائريه هكا، ملي نحس به بدا ينشف، معليش انكم تزيدوا، انا ما خصني ما بغيتوش ينشف من الاول. مده 5 دقائق وانا تندلك هكا، ملي تنسالي بهاد المده 5 دقائق وانا تندير هاد الحركه الدائريه، تنخليه في وجهي من 20 لنص ساعه، من 20 دقيقه لنص ساعه نخليه في وجهي. من بعد نولي ندير واحد الحركات هكا وانا تنغسل وجهي، وانا تندير هاد الحركات هذا خفافين ونغسل وجهي، موراها نكون وجدت الماسك الاخر. سمحوا لي نغسل يدي باش نكمل معكم. فتتلقى واحد الرطوبه في وجهكم ملي انت تستعملوا هاد الوصفه هادي، صراحه الرطوبه واعره. غنجربوا وقولي تقولي لي واش هاد الوصفه هادي عجبتكم ولا لا. غناخذ فيها هاد الوصفه هادي، غناخذ فيها طيف البنان اللي غيكفيني لوجهي، ماشي بالضروره نستعمل الحاجه ونخليها تنضيع. غنمعك هاد البنان هكا، هانتوما شفتوا هاد البنان كيفاش نمعكم مزيان، ها هو دا تيولي ساهل لابليكاسيون. غناخد هنايا عندي معلقه ديال الشوفان اللي مطحون ولا مطقوق، ولا انايا تناخد غير كويس الا ما عداش، حيت غير معلقه ماشي سهل اللي ما عندوش مطحون في خطره، غير كويس وتنعقو به باش نهرسو، يعني تيولي لي هكا. ومعلقه ديال العسل تنضيف هذا الشيء هكا، تنضيف هاد المعلقه هادي ديال العسل، تنضيف عليها انا تنزيد نضيف هنايا زيت فيتامين او. كي قلت لكم اي زيت عندكم الحاجه الوحيده اللي انها تكون زيت اللي خاصه بالبشره، يعني اللي ديال الوجه، صلاح الوجه ما غاديش تضرنا. زيت الجوجوبا حتى هو زوين للوجه ما تيضرش، يعني تقدروا تستعملوا منه شي قطرات حتى هو، واللي تقدر توفر على فيتامين او تيبقى احسن، يعني تستعمل هكا فيتامين او قطرات ما تكثروش بزاف، الحاجه ملي تكثر منها بنادم هي اللي تضر. ديري القياس اللي انا عاطيه، يعني قطرات فقط، ما تدوزيش معلقه صغيره. ها هو الماسك ديالي هنايا واجب، يعني قلت لكم من بعد ما تستعملوا الماسك ديال القهوه اللي هو ماسك وفي نفس الوقت مقشر على وجهكم، تخليوه منين تغسلوا هذاك تكونوا موجدين هذا الماسك هذا
داك الساعات حيت سميتو لي بو تيكونوا محلولين هذا تتشرب مزيان البشره. حتى هذا الماسك غنجي غادي نابليكيه مزيان على البشره ديالي عادي غندهنوه عادي هكا. وغادي ناخذ طرف ديال كلينيكس ولا اي حاجه عندي وغنغطي بها وجهي، يعني وجهي غنغطيه انايا تنديرو وتنستعملو حتى على شنايفي البلايص اللي تنخلي عريانين، يعني عيني الدورات عيني. واخا تقربوه للبلاصه اللي عندنا فيها الهالات السوداء. وسمحوا لي على هاد الوصفه هادي، انا هاد الوصفه هادي ما قلت لكم شحال تخليوها في وجهكم، حتى هي خليوها في وجهكم من الساعه حتى الساعه هاد الوصفه هادي، يعني المقشر ديال القهوه من 20 دقيقه لنص ساعه، وهذا ديال البنان تخليوه من نص ساعه لوجهكم حتى لساعه، يعني شحال ما خليتيش ديريه. وسيري مثلا غادي تكاي تجبدي وديريه في وجهك وخليه، اولا انتي تخدمي شغالك فهو ما عنده حتى شي ضرر. ونتمنى الوصفه تكون عجبتكم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده. ونتمنى انكم الى عجبتكم الوصفه تخليوها لي في لي كومونتير وتقولي الوصفات اللي بغيتوا واحد اخرين، وانا غنحاول دائما نحط لكم الحاجه اللي يعني اللي مجربه. وهذا نتوما راكم شفتوا في القناه ديالي انا اكثريا عندي الطبخ، وقلت علاش لا ما نتقاسمش معكم يعني وصفات هكا ديال الوجه، وصفات اللي زوينين. الحاجه الوحيده اللي تنصحكم فيها وكي قلت لكم في الاول ديال الفيديو هو انكم ما ديروش كاع الوصفات لوجهكم، الوصفات ماشي اي حاجه تتنفعنا في وجهنا، وكاين اللي تيخرج على وجهه فالتالي تيولي يقلب على الطبيب ومصاريف باش انه يعالج داكشي اللي دار. فمن الاحسن انكم ديروا وصفات اللي واخا الانسان يقول لك انا جربتهم، والوصفه تتبان لك واش هاد الوصفه هادي غضرني ولا ما غضرنيش، شي حوايج راه باينين بلي غيضروا. داكشي علاش كيف قلت لكم نقول لكم السلام عليكم وتهلاو، نتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله، ونتمنى الفيديو يعجبكم.